استمرارا لمشهد الانقسام والخلافات الداخلية حول تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد شتية، جاءت هذه الجلسة البرلمانية التي عقدها نواب من حركة حماس والتيار الإصلاحي في حركة فتح داخل المجلس التشريعي المنحل بمدينة غزة ليصوتوا بالإجماع على عدم دستورية تشكيل الحكومة. هذه الحكومة فاقية الشرعية الدستورية لأنها لا تأخذ الشرعية من المجلس التشريعي، وهي تفلت من الحساب والمتابعة والمراقبة، وبالتالي ستشتغل في الفراغ دون حسيب ودون رقيب، وهذا أحد أهم أبواب الفساد في الشأن العام الحكومي. الحكومة الجديدة التي صاحب تشكيلها خلاف وطني بين القوى السياسية الفلسطينية بعد رفض فصائل رئيسية في منظمة التحرير المشاركة فيها تحت مظلة الانقسام، يقول النواب أن تشكيلها يخالف القانون الأساسي الفلسطيني، وبأن دعوة الجامعة العربية في اجتماعها الأخير لتمكين الحكومة في غزة جاء مجاملة للرئيس الفلسطيني، والأولى بالأخير الدعوة لانتخابات عامة. إذا أرادت جامعة الدول العربية أن تساعد الشعب الفلسطيني فعليها أن تقول للرئيس عباس اذهب فورا لانتخابات رئاسية وتشريعية، اصدر مرسوم رئاسي وأعد الأمانة إلى الشعب الفلسطيني، وليقل الشعب الفلسطيني كلمته. خلافات تزيد من عمق الانقسام الوطني الفلسطيني في وقت لا يبدو فيه بصيص الوحدة يلوح في الأفق القريب. شيئا فشيئا يتحول المشهد السياسي الفلسطيني من الانقسام إلى الانفصال على وقع الخلافات الداخلية وغياب التوافق، وفي المحصلة ضرر على الشعب والقضية ومكاسب يراكمها الاحتلال. حازم البنا، الغد، غزة، فلسطين.